ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والنص الحلو. النهاردة بصراحة عرفنا حاجات كتيرة. الزومبا، أنا أعرف الزومبا لما واحد يفقع واحد زومبا في الشغل بتاعه يعني يمشي منها. أول مرة أعرف في راسة اسمها الزومبا، من النهاردة أفكر أروح أتعلمها. دي لها علاقة بالرياضة عشان ما يلومونيش يا شيف لما أقول لهم أن الحاجة دي ما أعرفهاش. الزومبا بتخسس وبتقول لك ممكن تاكل حتة جاتوه وتحرق الكالوريز من 700 ل 1000 كالوري. حلو. وممكن ناكل البيتزا دي برضو ونحرقها بالزومبا عشان تبقى عارف. كله بالزومبا. طب تيجوا النهاردة نشوفوا احنا عملنا مع بعض ايه. ده بقى ده كرواسون. ده لا مش كرواسون. امال كرواسون عجينه اسمها. عجبتني الكرواسون. شفتها ازاي قالتها ازاي كرواسون. كرواسون الفوكاشيا رول بصلصه البيستو. البيستو صوص. ايه البيستو صوص ده شيف؟ برافو عليك. صلصه البيستو صوص ديت هي في المطبخ الايطالي اساسيات المطبخ الايطالي حاجتين. الذهب الابيض، انا هكلمكم باللغه بتاعتكم، والذهب الاحمر. انتوا عارفين الذهب الابيض اللي طبعا الحلي يعني. والذهب الاحمر. الذهب الابيض في المطبخ الايطالي اللي هي الصلصه الحمراء اللي هي عباره عن طماطم متقشره مع صوص مع الريحان مع معلقة سكر عشان الحموضه مع زيت زيتون وتوم. اللي هو نعمل المكرونه نرمي الصلصه الحمراء. كل دي اساسيات المطبخ. نعمل البيتزا نحط الصلصه الحمراء اللي هي الذهب الابيض الاحمر. الذهب الابيض اللي هي الوايت صوص. اذا كان كريمه بالوايت صوص او مكرونه بالوايت صوص او مشروم بالوايت صوص او بروكلي مع الوايت صوص. نفس الوايت صوص ده عباره عن حليب ودقيق وزبده وكريمه لبداني. ده الوايت صوص. يبقوا حاجتين. نيجي للحاجه الخضراء اللي هي في المطبخ اساسي اللي هي صلصه البيستو. احنا بندرس طهي هنا. الحاجه الحمراء قصدك كده. الحاجه الخضراء اللي هي صلصه البيستو اللي حضرتك. خضراء ولا احمر؟ الخضراء. الخضراء اللي هي عباره عن ريحان اخضر معانا هنا اهوت مع توم مع لوز او صنوبر. اللوز مع التوم مع الصنوبر كلهم يتحنوا مع بعض مع زيت زيتون ونعباها ببرطمانات نخليها موجوده عندنا. تقدر تعملي عجينه الفوكاشيا اللي عملناها. تقدر تعملي الرول الفوكاشيا اللي احنا عملناه وقليناه في الزيت. نقدر نطعم بيها البيتزا اللي موجوده عندنا. عملنا بيتزا بالخضار والجرجير، عملنا بيتزا بالدجاج، بيتزا بالسلك. يعني كل العجاين يعني الاطباق دي عجينه واحده في الاخر؟ هي عجينه واحده. طب ازاي هنا سميكه كده وازاي هنا رفيعه كده؟ سؤال في غايه الاهميه ويهم الساده المشاهدين. عجينه الفوكاشيا الاساس فيها التخمير. طرق التخمير ان انا بفرد العجينه في الصينيه اللي هخبزها فيها ويفضل ان هي تكون بشكل مستطيل وبسيبها تتخمر لمده 30 دقيقه قبل ما ادخلها النار. يعني دي الصينيه اللي انت عملت فيها الفوكاشيا؟ لا دي صينيه ثانيه. بس دي انا غرفت فيها بس حاجه شبهها. يعني حاجه شبهها بس لازم تكون بالشكل المستطيل. بتسيبها تتخمر لمده 30 دقيقه. نسبه الخميره بتكون زياده فيها شويه. تطلع العجينه تبداي تعلمي عليها باصابع ايدك كده وباطراف ايدك. تحطي بقى صلصه البيستو مع الريحان مع اكليل الجبل مع التوم مشوي. فكره التوم الستات الحلوين اللي مش بيحبوا ياكل التوم عشان الريحه، تجيبي راس التوم تحطها في ورقه فويل، تحط عليها زيت زيتون وزعتر مع شويه ملح وشويه فلفل وتقفلي ورقه الفويل وتدخليها الفرن تتشوي. هتطلع لك راس التوم حمراء. تاخده في صوص التوم زي في صوص اللوز المتحمره بالظبط. تقدري تستخدمي التوم زي ما انت عايزه. هنا التوم ملوش اي ريحه. تقدري تاكليه ني زي ما هو كده او مشوي بنفس الطريقه. فعلا في ناس كتير ما بتحبش تاكل التوم يا شيف عشان بيسيب مزبوط. ريحه في البق. يعني في ستات تحب تاكل التوم بس مش عايزه الريحه بتاعته. تضرب عصفورين بحجر. تتغذى بالتوم وفي نفس الوقت مش عايزه ريحه. فتاكله مشوي افضل. فالثوم المشوي هو شارك في الفوكاشيا هنا مع زيت الزيتون واكليل الجبل اللي هو الروز ماري. بس هو الثوم مفيد صح؟ الثوم طبعا الثوم مفيد جدا. بصي يا ليلى الثوم مفيد لايه بالظبط؟ الثوم والجنزبيل والبصل الثلاثه دول فصيله واحده لحرق الكوليسترول في الجسم وبيعاقبه. دول بيعاقبوا الجسم اللي فيه دهونيات كتيره وبيقوي المناعه كمان. طبعا ده المناعه ده فظيعه. طبعا ده الحارس المرمى. بس هو لازم التوم يعني في يعني وحده ولا لازم مع حاجات تانية؟ لا ولا لازم في الاكل؟ ما بتتطلب حسب الاكله. يعني حتى لو هو في الاكل بيعمل الحاجات دي. شوربه العدس عندنا المصريه اللي قالت عليها نهله من الاول اساسي فيها التوم. عندك صلصه البيستو الاساسي فيها التوم. صوص الريحان اللي انا عملته دلوقتي اساس فيه التوم. فهنا العجينه واحد ولكن اشكلها ازاي واطلع منها الاصناف دي كلها هي دي الشطاره هنا واغير الطعم. طب احنا سيبنا البيتزا دي قد ايه كده يا شيف في الفرن عشان تاخد اللون الحلو ده؟ برافو عليك. العجينه بتاعه البيتزا لما اجي اعملها وللساده المشاهدين مهمه لها مراحل تخمير ثلاثه. رقم واحد بعد ما اعجن المقادير اللي طلعت في بدايه الحلقه ويا ريت نستاذن الاخراج الجميل نطلع بمقادير العجينه بس رجاء خاص. مقادير العجينه اللي منها كل ده اللي هي 4 كوب من الدقيق عليهم 1 كوب من الزبادي عليهم ربع كوب من زيت الزيتون معلقه خميره فوريه معلقه سكر عشان تشغيل الخميره ومعلقه ملح. طب معلش العجينه ليه زيت زيتون مش زيت عادي؟
حسب ما انت عايزه، ممكن تحط زبده عادي، حسب الدسامه بتاعه العجينه. بس ولكن اذا الطليان بيحبوا اكتر زيت الزيتون صح؟ نعم الطليان بيفضلوا زيت الزيتون. الطليانه طبعا اساسا عندهم، والمطبخ الشامي كمان يا رشا زيت الزيتون طبعًا. اساسي حتى في شيك انت، انا حبيته انك انت جايب اكليل الجبل. ده اساسي احنا طبعًا. عندنا وبتخيل في كتير دول بيزرعوه في البيت مع الريحان الاخضر. وبيحطوا اكليل الجبل في زيت الزيتون، يعني في العلبة زيت الزيتون، فبيديه نكهه. النكهه بتاعه زيت ما تفيكي في البيت زي ما بتخليلي الزيتون والليمون، زيت الزيتون نفسه تقدر تعمله منه فليفر. زيت الزيتون بتستعمله في كل حاجة ولا في كل بس حاجة؟ كل هو حاجة. افضل يا ليلى، افضل انواع الزيوت استخداما صحيا، اللي هو طبعا نسبة. امال يا شيف معلش بيقولوا لنا بس ما يخشش النار يا نهى. سمعنا ايوه التسخين الزيادة لزيت الزيتون بيقلب حاجة يعني خطر جدا. يعني ما تجيبش زيت الزيتون ونقلب فيه بطاطس. شفنا طبعا المقادير دلوقتي. الله محمد محمد السيد حبيبي، بس برضو لو ما عندكيش زيت زيتون ممكن تستعملي زيت عادي جدا، ما فيهاش اي مشكلة. ما فيش اي مشكلة. ولكن اهم حاجه في المطبخ الايطالي ثلاث حاجات: الصوص الابيض اللي هو اللي احنا الوايت صوص، الصوص الاحمر، الصوص الاحمر والصوص الاخضر. والصوص الاخضر يا صوص في الجسم. دول عندك في المطبخ. انت رحت على ايطاليا، قطعت تيكت وسافرت ايطاليا، تعملي الاكل الايطالي كله. شفنا مع بعض النهارده مهرجان البيتزا والنص الحلو بتاعنا واستمتعنا. النص الحلو ما يكملش الا بيك يا شيف. اهم حاجه الزومبا. النص الحلو ما يكملش الا بيك. النهارده جميله جدا بنشوفها على قناه الام دريم، اول قناه عربيه شفناها على التلفزيون. بنقول لحضراتكم كل يوم في نفس الوقت مع النص الحلو. استنونا بكرة، استنونا في نفس الميعاد، في نفس الميعاد. شكرا، باي باي.